قناتي معاكم اصحاب الشباب، حياكم الله في قناتي. اليوم عندنا مهاره جديده ان شاء الله، مهاره الستارت في السباحه. المهاره بتكون جدا ممتازه وحلوه وجميله، بس هي مشكله المهاره شنو؟ اغلب الناس ما يطبقونها وما يعرفونها عدل، فاحنا بندرجها لكم شوي شوي لنتقن المهاره صح. المهاره وايد حلوه. زين، اغلب الناس كلموني كابتن مصعب شلون اسوي الرويسي او شلون نبدا في القفز، فالحين ان شاء الله بندرجها لكم. طبعا دي المهاره اذا سويناها لازم تطبقون المهارات القديمه. زين، توكلنا على الله، يلا نطبق المهاره. يلا حياكم. في البداية مهم جدا عمل الإحماء والإطالات قبل تطبيق المهارة. أولا الإطالة والإحماء برا على الماء ومن ثم داخل الماء لتفادي الإصابات والمشاكل. قبل ما نبدأ مهارة قفزة الستارت لازم نكون تعلمنا مهارة الطفو والانزلاق في الماء ومهارة تنظيم النفس، وهذه المهارات موجودة وطبقناها في فيديوهات سابقة. والآن عمل الإحماء داخل الماء، ضربات الرجلين ومن ثم السباحة. قبل تطبيق أي مهارة في أي لعبة كانت يجب الإحماء والإطالة قبل المهارة لتفادي الإصابات. اليوم راح نعطيكم نوعين من مهارات قفزة البداية الستارت، وكل نوع فيه عدة خطوات راح نشرحها لكم شرح مبسط ومفيد. الحين راح نبدأ معاكم المهارة، مهارة الستارت. في البداية وضعية اليدين، يدي على يدي فوق، يكون راسي للأمام. زين، شوف شلون الطريقة. يكون راسي فوق ولا تحت وايد، متناسق مع الجسم، لاحظت شلون؟ زين، في البداية أي شخص ما يعرف يعني يبدأ الستارت يكون هو جالس قاعد. شوف اليدين، قدمين، قدمين، أضع الحائط على الحد، حد المسبح. شلون؟ تحت، يدي الثانية أمام، نزل عالي في الأرجوك. الخطوة الأولى للمبتدئين نلاحظ وضعية اليدين والرأس واستقامة الجسم. أوكي، طبقنا الطريقة الأولى، الحين الطريقة الثانية نلاحظ مع بعض شو ننزل لفوق. الخطوة الثانية جلوس على طريقة السكوات، وأهم شيء نلاحظ وضعية اليدين والرأس والرجلين والنزول على الماء. الحين الخطوة الثالثة، ركزوا معاي، بننزل نفس الطريقة ولكن نسوي وقفة قفزة بسيطة للأمام مع انحناء بسيطة. نركز مع بعض مع بعض. الخطوة الثالثة، سوينا وثبة بسيطة مع ميلان الجسم للأمام. الحين الخطوة الرابعة، زين، ننزل طريقة السكوات، نلاحظ شوي شوي ننزل، نفس وضعية اليدين، نلاحظ، بعدين قامين للأمام، جام خفيف، وعقب خفيف. الخطوة الرابعة، نعمل قفزة مع ميلان الجسم للأمام، وأيضا نلاحظ وضعية اليدين والرجلين والرأس. الحين درجنا لكم المهارة، الحين بطبق المهارة كاملة إن شاء الله من على البورد. طبعا احنا الستارت عندنا نوعين، النوع الثاني بعد شوي راح نطبق لكم النوع الثاني. الحين النوع الأول، ركز لحظة صابعة هنا. الآن تطبيق المهارة كاملة، لاحظ وضعية الجسم كامل، اليدين والرجلين والرأس وانسيابية الجسم في أثناء القفز. مهم جدا نفرد الرجلين أثناء القفز، وكل شخص على مرونته. الحين خلصت مهارة الستارت الأولى، الحين عندنا النوع الثاني بالستارت، هو الأكثر شيوعا وهو الأكثر انتشارا. لاحظ شلون الأقوى تكون بالأمام. أنت كشخص تختار الظهير الأقوى بالنسبة لك أو اللي ترتاح لها للأمام. زين؟ اللي واحد أصبع رجلي عند الحد، عند المسبح، أصبع رجلي، واليد الثانية
تاخذ طريقه شرح المباراه من في يدي نفس الشيء مركز مع بعض. الان الخطوه الاولى في النوع الثاني من قفزه البدايه وهو الاكثر شيوعا وانتشارا. الخطوة الثانية نلاحظ وضعية الرجلين واحدة للأمام والثانية للخلف وأصابع الرجل نضعها على حافة المسبح. نلاحظ وضعية الركبة ووضعية الرجل الأمامية كيف شكلهم وأيضا اليدين نضعهم على حافة المسبح ومن ثم القفز. والآن الخطوة الثالثة مثل الخطوة السابقة ولكن مع ميلان الجسم للخلف ومن ثم القفز. الآن تطبيق المهارة كاملة من على الستارت وعمل حركة الطيران أثناء القفز. مهم وضعية الرجلين واليدين والرأس وكيفية الدخول في الماء وفرد الرجلين أثناء القفز مع ضمهم وكل شخص على مرونة جسمه. نلاحظ كيفية رجوع الخلف ومن ثم القفز. انتهينا من مهارة الستارت اليوم، مهارة جدا ممتعة واستانسنا فيها. هي في جمالية وفيها شيء حلو بس تعب، يعني تعبنا شوي، والكلور ما قصر فينا اليوم ما شاء الله، الكلور جدا زين، شلحنا الكلور. طبعا هاي من المهارات اللي نحتاج احماء، نحتاج عقالة، لأن ليش؟ لا قدر الله نقطة غلط تسبب إصابة. في نهاية الحلقة حبيت أشكركم على المتابعة ولا تنسون تشتركوا في القناة، وضغط على زر اللايك. يلا مع السلامة.